ميديا كده. بصي بقى بمناسبه السوشيال ميديا عايز اقول لك في شويه صور لاطفال ببيهات زي القمر وهم لابسين تيشيرت النادي الاهلي، والبدايه مع عمده زرد وبعت لنا صوره جميله جدا لازم حضراتكم تشوفوها معانا على الشاشه. بنوته جميله ما شاء الله، ولا بيه محمد، ده محمد زرد ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا جدا. صور كتير قوي على فكره الناس. هنحاول برضو نعرضها لان احنا وعدنا حضراتكم، واحنا حابين زي ما كنا بنقول ان يعني اللون الاحمر يبقى مالي التايم لاين والسوشيال ميديا. الصوره اللي جايه من محمود الغيطاني زي ما حضراتكم شايفين صوره جميله. بقيت بصحى كل يوم بدري اتفرج على برنامج 10 الصبح في الاهلي، يسعدنا ويشرفنا. أوكي. محمد رضا اعظم نادي في الكون، ومين غيره؟ صحيح، مين غيره؟ ياسر عثمان. انا ومرام بنقول صباح الفل لكل الاهلاويه، 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا مرام، بس انت زعلانه ليه يا مرام؟ باسم كمان بعد بيقول صباح الفل عليكم وصباح الفل على نادي القرن الاوحد. محمود جمال، الاهلي مش مجرد نادي بنشجعه، ده وطن تاني بنعشقه كلنا اهلاويه، من اكبرنا لاصغرنا بنعشق الكيان. يوسف مراد، ابن اخت الاستاذ محمود جمال. انا عايزه الاطفال تتفرج يا ريت وتوروها، حتى لو كانوا مثلا نايمين او حاجه توروها اللينك بعد كده لما ينزل على يوتيوب، لان اكيد هيفرحوا لما يشوفوا كده صورتهم نازله وبتيشيرت الاهلي، وهيتصيطوا جابت في المنطقه. خلي بالك وهيبقوا اشهر النار على العالم. طيب بلال كمان بعت لنا صورته وكاتب الهاشتاج بتاعنا 10 الصبح في الاهلي، ومحمد طارق بيقول الاهلي وسان داونز اجمل ما في حياتي. صوره جميله جدا. بعد كده صوره بقى بنوته من حسام محمود، هو بس بعت على الهاشتاج غالبا هي بنته. ومحمد منيسي بعت لنا صورته ورا منه اليافطه بتاعت نادي القرن، صوره جميله جدا. الناس يعني الحقيقه حاله توحد كده من جماهير النادي الاهلي مع النادي ومع اللعيبه، شيء جميل. والذكريات يعني بيبو في الصوره اللي جايه هو حاطط الصوره دي بيقول تحديدا ان هي يوم فوز الاهلي على المقاولين وحصوله على الدوري. اوكي. مصطفى حبك بعت لنا صورته بيقول من صغري بعشقه طول عمري عشان الاهلي كله يهون. جميل، جميله جدا الصوره كمان بتاعت الطفل اللي بيضحك، منور الدنيا بصورته الحلوه. صباح الفل على احلى قناه لاعظم نادي في الكون. نادر ابن الاهلي بعت الهاشتاج بتاع 10 الصبح في الاهلي وحاطط صورته الحلوه. ودي صوره من الجيم اهي لعمرو ايمن على 10 الصبح في الاهلي. عامل شغل جامد يا عمور. عاش يا عمور، عاش يا وحش. مصطفى ابراهيم بعت لنا صورته الحلوه وهاشتاج 10 الصبح في الاهلي. ايوه بقى، انا كنت مستنيه بنات تبعت لنا. ايوه كده يا سمسم، يا اعظم نادي في الكون، صوره سمسم. وفي انا ولد اهلاوي بعت لنا برضو صورته الحلوه وكاتب الاهلي ده حياتنا، ياما شفنا معاه معجزات. والله صدقت يا ولد الاهلي، يا ولد اهلاوي. الله، دي جميله قوي بقى، دي جميله قوي. أمر حمد بعت غالبا صوره ابنه وبسلفات الاهلي وهو عنده كمان سنتين، جميله الصوره دي. حماده حواس، احلى صباح على الاهلاويه من السعوديه. جميل. ناصر كفافي، صباح الفل عليكم، البرنامج مبهج وجميل جدا. طيب خلونا بقى نروح